اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج حصاد الجامعه. حصاد الجامعه برنامج نقدم فيه استعراضا مفصل لانجازات جامعه بغداد وانتاجاتها. جامعه بغداد التي رفدت العراق بالكفاءات والطاقات في مختلف المجالات. فاهلا وسهلا بكم بحصاد الجامعه. سنشاهد في هذه الحلقة جامعة بغداد تتضامن مع الجيش العراقي الباسل. عن نشرة الإنجليزية. Our harvest of the university. Wish that you enjoyed our program. Welcome to the harvest of the university. باسم مجلس جامعة بغداد وباسم جامعة بغداد أساتذة وطلبة، نؤيد ونثمن دور القوات الأمنية وقواتنا العسكرية بجميع صنوفها في محاربتها للإرهاب. إن الجامعة من موقع العلم، واستمرار هذا العطاء في الاستمرار الامتحانات واستمرار الدوام هي فعليا محاربة لهذا الإرهاب ولهذا الظلام، حيث لا يجلب الإرهاب سوى الظلام والجهل وعدم تقدم البلد والقتل لجميع العراقيين بدون تمييز، بغض النظر عن طائفته أو مذهبه أو قوميته. ولذلك
نحن نسعى لأن نكون وحدة واحدة لمحاربة هذا الفكر الظلامي وهذا الفكر الإرهابي الذي يريد أن يغزي العراق ويغزي العلم والتطور في هذا البلد ويعيده إلى عهد الظلام وعهد الجهل. وبهذه المناسبة إذ نؤكد كما أكدنا سابقا أنه الجامعة هي دائما تدعم قواتنا الأمنية ودائما تتجحفل معها في المحاربة كل من موقعه، نحاربهم من موقع العلم والإرادة والصمود. إننا أيضا نتعاطف معهم وندعو إن شاء الله نهيئ إلى حملة تبرع بالدم كمرحلة أولى لإخواننا وأبنائنا من أبناء القوات المسلحة، لأن تكون هذه مشاركة فعلية بالعلم والدم، بأن نكون روح تضامنية واحدة ضمن هذا الوطن الواحد، الوطن الغالي على الجميع الذي نسعى دائما للحفاظ عليه، كوننا أبناء بلد واحد تحت علم واحد هو علم العراق. الحمد لله وشكر كملنا الامتحانات، يعني بديناها كانت الظروف شوية أحسن، قدرنا نمتحن الامتحانات الأولى شوية كانت أسهل، يعني الظروف كانت أحسن، قدرنا نجاوب، القراءة كانت أسهل إلنا، أوضاع كانت شوية أحسن. هاي الامتحانات الأخيرة شوية أثرنا عليها الأوضاع، أثرت بينا. نتمنى من عندكم أنه ما تأثر عليكم هذا. هي يعني الأعداء أكيد إن شاء الله إن شاء الله بينا، بس هي أثرت بينا. الإرهاب اللي يستهدف الطلبة يعني ويستهدف الإنسان ويستهدف العلم، إحنا من جانبنا من يعني كطلاب كأساتذة كجامعة نحاربهم بالنصر نحاربهم بالعلم أي أكيد بالعلم. بس يعني هي مو كلش أثرت علينا، أنا شوي أثرت علينا لأن هي مو يمنا يعني، بس للأسف هي من أهلنا وناسنا بالمحافظات البقية، يعني كالموصل ناسنا لأهلنا هم خطية هم بالامتحانات وهاي صارت عندهم مشاكل، يعني إحنا مجرد يعني عقليا يومهم إحنا متأثرين يومهم، بس الحمد لله قدرنا نكمل الامتحانات على خير الحمد لله وشكرا. نحن الآن في معركة حقيقية بين الشر والخير، الشر المتمثل بداعش وأعوانه والخير المتمثل بقوات الحكومية الأمنية والمتطوعين الشرفاء من أبناء الوطن الغيور. طلبة جامعة بغداد وأساتذتها وموظفيها على أهبة الاستعداد في سبيل التضحية ل صد أي هجمة من هؤلاء الشرذمة، وإن شاء الله من انتصار إلى انتصار، وسوف يتم سحق كافة الفلول بإذن الله. وأنا أول المتطوعين من جامعة بغداد في هذه المهمة الشريفة والتي دعت لها المرجعية، وكذلك إسنادا لقواتنا الباسلة في سبيل التصدي لهذه الشرذمة إن شاء الله. باسم كلية العلوم السياسية وعمادة الكلية وطلبتها والأساتذة، ندعم العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية الباسلة إزاء كل الجماعات المسلحة الإرهابية القاعدة وغيرها التي تحاول النيل من وحدة العراق ومن كرامة العراقيين ومن استمرار وجود المواطن العراقي بشتى أطيافه مشاربه مذاهبه. اليوم حينما نستكمل الامتحانات النهائية في هذه الكلية والجامعة الموقرة، إنما نحاول أن نرسل رسالة قوية من أن الحياة لن تنتهي بالعراق بوجود الأعداء، أن الخيار الأبدي والمستقبلي والناجح سيكون للديمقراطية. وهنيئا لكل من يقاتل في إطار المؤسسة العسكرية، ومقاتلة الإرهاب لا تكون فقط في الأدوات العسكرية، هناك أدوات اقتصادية نفسية واجتماعية، ومنها أدوات العلم والمعرفة. استمرار العلم والمعرفة يعني موت الإرهاب. في الظروف التي يمر في بلدنا هذه الأيام، نحن في جامعة بغداد نؤازر ونساند قواتنا المسلحة في دحر كل قوى الظلام التي تريد أن
تنال من بلدنا العزيز، ونساند قواتنا في استتباب الأمن والطمأنينة وعودة الطمأنينة إلى المواطنين الكرام، وندعو من الله العزيز أن يوفق قواتنا المسلحة. ونحن في جامعة بغداد إن شاء الله سنستمر في كل خططنا العلمية وفي كل برامجنا العلمية، وهذا يعتبر كرد قوي وحاسم على كل قوى الظلام الذي تريد أن تنال من العملية التعليمية وتقدم البلد في بلد العراق. طلبتنا وعمادتنا وأساتذة كليتنا وهم يمثلون جامعة بغداد ونحن جزء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نقول لكل إرهابي سواء كان داعش أو القاعدة أو غيرهم خسئوا، لن يستطيع أحد أن يقرب ولو بمسافة قصيرة من العراق. سيبقى العراق إن شاء الله محمياً بأبنائه، محمياً بطلبته، محمياً بأساتذته، محمياً بكل عراقي شريف. هذه الوقفة الشريفة لطلبة كلية التربية برشد جامعة بغداد تعبر عن المشاعر الجياشة التي طالما حبست في قلوبهم والتي عبروا عنها هذا اليوم باستعدادهم للتضحية والقتال، قتال الأعداء الذين دخلوا إلى أرض العراق، الذين أرادوا أن يدنسوا تربة العراق، وهم الغرباء، وهم الذين ارتأى الأجنبي أن يقودهم نحو الهاوية، لأن أبناء العراق لا يرضون أن تدنس أرض العراق أو شبر من أرض العراق. فنحن جميعا طلبة وأساتذة وعمادة وموظفين في هذه الكلية والكليات المجمع بصورة عامة مستعدون للقتال، لقتال داعش وقتال الأجانب الغرباء الذين يدنسوا أرض العراق. أرض العراق طاهرة بمقدساتها، بأرضها، بشعبها، بأبنائها، بكل طوائفها وقومياتها، لا يرضون أن يدخل الغرباء إلى أرضنا. أرضنا إن شاء الله ستبقى عصية على هؤلاء، وسنكون شوكة في أعين الأعداء، شوكة في أعين داعش الذين أرادوا لهذه الأرض أن تصبح ملاذ آمن، وأرادوا لأن تصبح هذه الأرض
أرض للكفر، ولكنها أبت على أن تصبح أرض العراق كافرة. أرض العراق هي أرض مقدسات، أرض الشرفاء، أرض الخيرين، أرض الذين يسعون دائما من أجل قتال الأجانب، من أجل قتال الذي يدنس هذه الأرض. فإننا نعاهد السيد السيستاني حفظه الله وكذلك قيادتنا السياسية وسيدنا الوزير أن سنكون أوفياء للترخيص الدم من أجل الدفاع عن أرض الوطن، من أجل الدفاع عن أرض العراق. وها هم الغيار اليوم من شباب العراق من مختلف فصائله، من عربه وكرده وقومياته الأخرى، أصبحوا جبهة واحدة من أجل أن يقاتلوا هذا العدو المدنس، وأن الموصل ستكون مقبرة لهؤلاء، وكذلك تكريت ستكون مقبرة لهؤلاء. فلينتظروا هذا السيل العارم من الشباب، فلينتظروا هذه الطاقات الفياضة، هذه الطاقات الخلاقة التي تجدها في سوح العلم وتجدها في سوح القتال، فهي مستعدة دوما من أجل التضحية من أجل الوطن. فليخسأ الأعداء وليبقى العراق عاليا وشامخا، وسنكون كلنا جند مع المرجعية، جند مع قيادتنا، من أجل أن نطهر أرض العراق. لبيك يا عراق، 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 لبيك يا عراق. حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على خير العمل، حي على خير العمل. باسمي وباسم كادر تدريسي كلية التربية بالرشد، نحن نتضامن مع الشعب العراقي ومع القوات الأمنية البطلة في مكافحة داعش الوهابية، وإن شاء الله نقضي عليهم بعون الله، وإن شاء الله الله يخليهم، الله يخلي الجيش العراقي يذخر إنه. كلنا جنودنا أوفياء بيد مرجعيتنا الدينية للدفاع عن أرض وطننا ضد هؤلاء الأوباش المجرمون الذي أتوا من كل أصقاع الأرض يحكمونا بدين جديد لا يمت إلى تعاليم الإسلام، والإسلام بعيد عن أفكارهم الرجعية هذه. ونحن نبذل ما في وسعنا للدفاع عن أرض وطننا وعن شعبنا وطرد هؤلاء المجرمين. نعازر جيشنا العراقي الباسل في حربه المشروعة ضد الجماعات المسلحة المتطرفة ما تسمى بداعش ومشتقاتها، التي بدأت حرب شعواء لتدمير العراق وتدمير حضارته. هذه الحضارة التي تمتد لسبعة آلاف سنة نلاحظ الآن هي مهددة في مناطق الحضر ومناطق الموصل. هذه الجماعات التي لا تعرف معنى الإنسانية حقيقة تريد أن تعيد البلد إلى عصر ما قبل الإسلام، عصر الجاهلية، بإصدار فتاوى وتعليمات لا تمت للإسلام بصلة ولا تمت للدين الإسلامي، الدين الإسلامي الذي أكده القرآن الكريم لا إكراه في الدين. الآن تشاهد إخواننا المسيحيين في نينوى وأخواننا من الشبك والصابئة وأيضا أخواننا المسلمين يعني يتعرضون إلى هجمة شرسة من هؤلاء الجماعات المسلحة التي جاءت من خارج الحدود من الشيشان ومن الصومال. وحقيقة من هذا المكان نؤازر قواتنا ونساندها من خلال العلم والعلماء ومن خلال التبرع بالدم ومن خلال أيضا تطوعنا لخدمة أبنائنا وخدمة ناسنا في الموصل وصلاح الدين لدرء هذا الخطر عن البلد، الخطر الذي حقيقة لا يهدد طائفة ولا يهدد شخص، وإنما يهدد وحدة العراق واستقراره. مثل ما لاحظتوا، مثل ما لاحظ الأخوة في القنوات الفضائية، بأنه خارطة داعش أو ما تسمى بالدولة الإسلامية تمتد الكويت، تشمل الكويت وتشمل الأردن وتشمل العراق وتشمل لبنان وفلسطين ولبنان وجزء من مصر. We'll be right back.
واجب، هذا أقل واجب نقدمه لوطننا الغالي. يعني هذا الدماء اللي راح تنخلط ويا دم كل عراقي، سني شيعي مسيحي مسلم سابقي كردي عربي، دمانا كلها حتنخلط. هذا دليل على أن نحن عراق واحد، دم واحد وشعب واحد. إن شاء الله أبد لا الإرهابيين ولا أي إنسان يقدر يفرق هذا الشعب. ربنا يحفظ كل ناركم بردا وسلاما على العراقيين جميعا إن شاء الله. شكرا دكتور. طبعا أملنا جدا كبير بطلبتنا الذين يمثلون هم البنات الأساسية لبناء هذا الوطن العظيم، وحقيقة يعني تفاجأنا بالأعداد الكبيرة والهائلة التي تعبر عن مشاعرها الوطنية والإنسانية دعما للجهد العسكري المتواجد لدك الإرهاب إن شاء الله. وهذه صورة مثالية للمواطن العراقي وللطالب العراقي، فجزاهم الله خير الجزاء على هذه الجهود الإنسانية. ما كنا نتوقع هذه الأعداد الهائلة المتراكمة على رؤوسنا. بالحقيقة لا نستطيع أن نتابع كتابة الأسماء والسجلات، وهذا مما يدل على الشعور الوطني المتواجد لدى طلبة العراق، وأملنا فيهم كبير إن شاء الله، وبأساتذتهم ومدرسيهم وعمادة كليتهم. الله باسمي وباسم طلاب كلية اللغات ناظر ونساند الجيش العراقي تصديه للإرهابيين. حقيقة الجيش ما يمثل طائفة معينة أو كتلة معينة، وإنما يمثل كل الشعب العراقي، وإن شاء الله ينتصر بمعركته على الإرهاب. اسمي وباسم كل منتسبي قسم اللغة الألمانية في كلية اللغات جامعة بغداد من تدريسيين وطلبة وأساتذة، أجد ما قامت به عمادة كلية اللغات وكلية اللغات ككل اليوم هو مبادرة مهمة، لأن الجيش العراقي يستحق من الكثير. هو البوابة الرئيسية للعراق، ونحن في حماه وحمى الله جميعا. لذلك على كل من يستطيع تقديم كل شيء للجيش العراقي وللوطن أن يقدم ذلك ولا يبخل به، لأننا بدون الجيش العراقي وبدون العراق لا نستطيع تقديم أي شيء للوطن. كل عراقي شريف نحن دما وقلبا وقالبا فداء للوطن، ولن نسمح لأي أحد أن يمزق اللحمة الوطنية الوحدة الوطنية. سيبقى العراق إن شاء الله شامحا عزيزا. ونحن كلية اللغات نتبرأ بدمائنا هذه الليل منتسبي القوات المسلحة، وسنعيد الكرة مرة وأخرى كل ما احتاجوا إلى ذلك. دكتور أساسي فيصل السامع على تكويتكم. حبيت أتبرع بالدم للمجاهدين والجيش العراقي وكل المجاهدين اللي دعاتهم المرجعية للجهاد في سبيل العراق، وإن شاء الله يعتبر هذا هم من ضمن الجهاد، لانه احنا اللي عرفته انه الموظف ما مشمول بالجهاد الا اذا استدعت الضروره القصوى. لذلك احنا نجاهد من مكاننا بهذا الشيء ان شاء الله. اتبرع بهذا الدم الغالي اللي يرخص لقواتنا المسلحه، وهذا اقل ما ممكن نقدمه للجيش، واشعر بالتقصير تجاه الجيش العراقي. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. نحن طبعا هاي لتوجيه من معالي الوزير، يعني هي فد مساهمة معنوية بسيطة انه طافنا على ماكو سلامتكم، فهذه تريد نوصل لكم اياها. وإن شاء الله إذا محتاج تحتاجون شيء آخر أنه في مراجعات في هذه دوائر الصحة طونا خبر إذا احتاجتوا، وإذا إن شاء الله عندكم صحة وعافية أنتم وعدكم شباب حيلكم. وهذا الإرهاب هو ما يفرق، ترى ماكو شاب صغير كبير. إذا تشوفون الوضعية الآن كلها يعني ما شاء الله، فعلينا أن نكون موقف واحد ونتحمل إن شاء الله ونصبر. بس أهم شيء يكون تحدي بالعلم الدرجة الأولى بالنسبة لأنه أنتم كنتم طلاب درجة الأولى، مواجهة الإرهاب بالعلم.
استمراركم ودوامكم وحضوركم إلى الكلية والامتحانات وهذا هو هذا الموقف الأول بالنسبة للطالب بشكل ما هو الموقف الأول للأستاذ عليه أن يجي ويعطي المحاضرة ويتجاوب معه. والبقية إن شاء الله بالقوات المسلحة وهذا أيضا هم يأخذون دورهم. أنا أتمنى لكم الموفقين إن شاء الله ومريدين أخركم وحتى تستلمون هذا الشيء البسيط المعنوي من التوجيه من معالي الوزير. موفق إن شاء الله. السلامة الله إن شاء الله. السلامة السلامة إن شاء الله. السلامة السلامة إن شاء الله. حزنت نخلة وجف الماء وفي ربوعك تسيل الدماء وسرت فيك الحياة سقيمة فلا خير فيك لنا بلا رياء ونحبك ففيك نبض أجسادنا نحبك بلا تكلف بلا عناء صرعتك أساطير الشر دهورا وأبدلوا خيرك فحزنت السماء تلك أفعال الغاصبين وأسفي وأسفي أيها الملثمين الجبناء كان الأمس كابوسا يؤرقنا هذا يعادينا ويهيننا الدخلاء وغجر اليوم يلثمون وجوههم يا ويلتي سراق وأشقياء وما أكثر الثائرات فيك وطني أبين حتى التلثم والاختباء فأين الرجولة وأنتم تدعون بها أين أنتم من الحوراء والخنساء إن الشهادة بلا لثام شروطها وطبع المسلمين رحماء النبلاء تسقطون أرواح الشعب نكاية ما تبرير أفعالكم الرعناء تدعون الدين بهتانا وزورا ولا يقبل فعلكم رسل أو أنبياء غادروها إنها أرض السلام هيا يرحلوا هناك في القدس أعداء قاتلوهم حتى لا تكون فتنة هنا كل الطوائف مسالمين أبرياء فتكاتفي يا سواعد الرجال تكاتفي نضرب أجسادهم نحولها أشلاء لا نهاب الموت لأجلك يا عراق أسياد الأرض نحن والأولياء فيا أنشودة العالم كله يا عراق مزار الأرض أنت ولها غطاء ومنك توهجت شعلة النور وتحاك ضدك دسائس الأمراء وأنت القبس وملهم الكون تعلم فيك الطير ونطق الببغاء ولولا طيب أهلك يا عراق لما ضاع شبر منك ولا بناء في غفوة خذلوك يا عراق وفي صحوتنا نحيلهم فناء فضربة منا بألف منهم وضربة الحق ليس لها دواء ضربة الحق ليس لها دواء تدريسي في الجامعة وباسم زملاء التدريسيين الوطنيين الشرفاء الذين يدافعون عن الوطن بأرواحهم وبتفكيرهم وبتوجيههم لأبنائهم الطلبة وهذه الهجمة الغرض منها الهدف العراق وليس الهدف منها الحكومة فقط وبالتالي يجب أن تتضافر الجهود من أجل طرد هذا الجسم الغريب الذي طرأ على العراق وبالتالي هذا الجسم احتمال يتمدد بحيث يشمل المنطقة بشكل أوسع يعني حتى الناس الذين أو الدول التي تساعد هذا الإرهاب سيصلهم يوما من الأيام إضافة لأنه نداء المرجعية كان نداء حقيقي جاء في محله إضافة لأنه هذا نداء ليس فقط لطائفة معينة بل شمل جميع الطوائف
الغرض منه الجهاد من أجل العراق، وهو جهاد كفاية وليس جهاد عين كما ذكر. وبالتالي على كل إنسان يحمل السلاح ويحب هذا الوطن ويعشق العراق الجميل أن يدافع عنه بأقصى ما يملك من مال وقوة وسلاح. جئنا لنلبي نداء المرجعية في محاربة الظلم. نحن لفيف من طلبة مجمع باب المقدم جامعة بغداد للحرب ضد الدواعش الإرهاب في الموصل، لنلبي نداء المرجعية. تلبية نداء المرجعية العليا وعلى رأسهم السيد علي الحسين السيستاني دام الله ظل الوالد. نحن طلاب مجمع باب المعظم نعني سيدنا وتضامننا مع الجيش العراقي الذي يقود عمليات عسكرية في محافظات شمال العراق صلاح الدين ونينوى، ونحن لا نترك أعراضنا في نينوى، فنحن مستعدين للدفاع عن أعراضنا وأشرافنا ولا نترك بناتنا وخواتنا وأمهاتنا في الموصل. لذلك نحن مع الجيش العراقي ومستعدين الذهاب إلى والتطوع مع الجيش العراقي لمقارعة الإرهابيين والدواعش، الدواعش السياسيين والدواعش المنطقية. الرحمن الرحيم، باسمي وباسم أساتذة كلية اللغات قسم اللغة الإسبانية نعلن تضامننا الكامل مع قواتنا المسلحة الباسلة ضد الإرهاب وضد القوات داعش الإنجاز، وإن شاء الله منتصرين بعون الله. نحن موظفين وعمادة كلية التربية رشيد وكافة الطلبة روح استشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن وحياضة وجنود المشرعة للمرجعية العليا ضد الأعداء العراق من الدواعش والصهيونية وكذلك من عرب الجنسية السعودية وقطر الذين يمونون هذه المجموعات الإرهابية ضد وطننا، وإن شاء الله سنقف بوجوههم ونسحقهم خير وسحق بإذن الله تعالى. نحن جنودا أوفياء إلى الوطن وإلى ندائه الذي ونهنا نحشد ونقف وقفة واحدة أخوان هنا بيننا وبيننا وبين السنة والشيعة، نعلن وفاءنا إلى الوطن، ومن هنا نعلن أننا جنودا أوفياء إلى الوطن وننصر الوطن ونقف مع الجيش العراقي الباسل ونعلن تأييدنا وانضمامنا إليه. شكرا لداعش، شكرا لداعش، قد وحدتم العراقيين، قد جعلتم العراقيين كتلة واحدة ضد الإرهاب وضد الداعشين وضد سياسي داعش. الحقيقة أنا كنت قبل يوم أمس كنت قريب إلى العظيم في دياله، وقد وجدت تسابق أبطال العراق المجاهدين من أبناء العراق الغيارة، ممن حركتهم فتوى المرجعية الدينية العليا، في الشباب يتسابقون إلى المنايا، يتسابقون إلى وصول داعش. والحقيقة أقول للتاريخ صدقوني، داعش إنما يعيشون على بعض الضعف الذي أثارته الإشاعات والأكاذيب والافتراءات، ولكن بعد هذه الفتوى التي وحدت العراقيين وأعطت زخما جهاديا وأعطت بطولة وشجاعة لكل العراقيين، هذه الفتوى تمثل الضربة القاسمة للإرهاب وليس لداعش وإنما لكل إرهابيين. الدراسة الجامعية والدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه وكل بقية الدراسات حقيقة انتقلوا من مقاعد الدرس إلى خنادق الجهاد، إلى خنادق الثورة ضد داعش. والحقيقة الآن أنا عشت في هذه الجامعة، جامعة بغداد، وجدت هناك روحا حماسية لدى الجميع، ليس الشباب، حتى الشابات والطالبات، هناك روح من الحماس والهمة. الحقيقة أن هذه الأيام أثبتت، وأقول الخير فيما وقعت في مواقع الخير في مواقع أقول الخير في مواقع أثبتت الأحداث وأثبتت الخيانة والإرهاب أن العراقيين حقيقة ثورة ضد الظالمين وضد داعشين. باسمي وباسم كلية التربية بن رشيد زملائي موظفين وأساتذة تطوعنا البارحة واليوم، والتطوع مستمر ماشي، والاستمارات إن شاء الله قدمت لدحر الإرهاب، لدحر هؤلاء القدرين، وإن شاء الله سوف نحرر العراق لآخر شبر، وإحنا إن شاء الله جاهزين تحت راية المرجعية، وإن شاء الله النصر قريب جدا إن شاء الله. رحيم نشيد على دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي
ونشد على يد قواتنا الامنيه في محاربه الارهاب ومحاربه تنظيم داعش الارهابي، ولكن تناسوا ان تنظيم داعش تناسوا ان ارض العراق هي منبع الغيره ومنبع الطهاره، ولا يقارن ارض العراق بارض سوريا او باي بلد عربي، فالعراق هو منبع الغيره ومنبع، ونشد على يد المرجعيه العليا وكلنا جنود اوفياء كطلبه وعمال كل الطبقات المجتمع العراقي، هي جنود اوفياء بيد المرجعيه لمقاتله الارهاب. ها طارش قل للسيد حتى الجاهل سلح نار، 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 طارش قل للسيد. باسمي وباسم منتسبي جامعه بغداد نؤازر قواتنا المسلحه البطله في دحر قوى الظلام، القوى الإرهابية التي تريد بالعراق شرا والرجوع به الى الـ الى الـ الى الأحد المظلم. الف تحية لقواتنا الباسلة ولمجاهدينا الأبطال، والف تحية لشعبنا العراقي الصامد الواقف بهذه الهجمة الاستعمارية الظالمة. تعلن جامعة بغداد بمنتسبيها جميعا بوقفة مشرفة مع الجيش والحكومة ضد الإرهاب والحملة الشرسة ضد شعبنا الأبي، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. رغم ما مر بالبلد من مشاكل أمنية ومشاكل سياسية عصفت في البلاد، إلا أن العراقيين يعني يثبتون للعالم يوم بعد يوم أنهم ناس أهل حضارة وأهل إصرار على هذه التحديات. بصراحة العراقي يثبت وجوده في كل الملمات، خاصة أنه إحنا في الوسط الجامعي رغم الظروف الحالية اللي مرت بينا، إلى أنه سارت الامتحانات على أكمل وجه، والطلبة أنا أجد عندهم هذا الإصرار، ودليل ذلك أنه قاعة الامتحانية والإصرار والمواظبة على سير الامتحانات. تأثير دول خارجية وإقليمية على سياسة العراق والهدف منه خلخلة اقتصاد العراق بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنه بعض الدول تكره أنه العراق يبدي يصعد من دول العالم. هسه احنا دول عالم نامية نعتبر، ولكن نطمح أن نكون دول متقدمة، ولكن بعض استخبارات الدول أو دول إسلامية تسمى تحاول خلخلة الوضع العراقي، واقتصاديا أهم شيء، لأن باعتبار الوضع العراقي وضع اقتصاديا بدأ ينهض يختلف عن بقية الدول اللي مستمرة بالتخلخل مالتها، وإن شاء الله يتم القضاء على داعش وغيره. نقف جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، ورغم كل هذه الظروف وكل هذه الأوضاع، لأنه إحنا مستمرين بتأدية الامتحانات والحياة طبيعية، وهذا الشيء إن شاء الله ما يأثر، لا يأثر على الدولة ولا يأثر إن شاء الله على المواطن. نؤازر الجيش العراقي من خلال تواصلنا بالعلم وأداء واجباتنا واجباتنا والتواصل معهم، وإن شاء الله نتمنى الموفقية للجيش العراقي والانتصار المؤكد. الآن مع النشرة الإنجليزية، يقدمها لكم الأستاذ هلال رسول. Yes, welcome to the harvest of the university.
of the University of Baghdad with the committee of the and the, all the colleges and the staff and the students, we would like to support our army and our defense against the terrorists which can damage the Iraq regarding the universities, regarding the science. So in order to that, we are again support our army in any way we can in order to keep our country as a good as the other countries in the area of science. And we continue to get the student and the staff to be at the university without anything that affect their regular presence in, inside the university. At the same time, we hope that everything at the end, we get it and we can see the end of the terrorists in Iraq soon. Thank you very much. We as Iraqis, I am the Dean of the College of Languages. All the faculty are in this procession, our dear students as well. We all stand together representing the University of Baghdad. We are representing the Ministry of Higher Education and Scientific Research in fighting against any sort of terrorism against Iraq. Whoever tries to come to approach near our country, all our students have volunteered to fight against them. I would like to say something in this situation of the country. Really, it is now a time to unify all the efforts of the people of Iraq from the north to the south, from the west to the east parts of the country. Because now the attack of the invaders, to the country, Daesh and other those people who work with them in darkness, really, they want us to return to those times which they think are important for them, which is the pre-Islamic period, really. And now we need all the efforts of the people and all the efforts of the on all sectors, whether on the educational, on the other sectors, on the public side, to support the army and to support the, against these groups which want to divide the country into pieces, really, and killing and shedding bloods in all pieces of the country and torn it into pieces, really. And now we need to really stand in this situation. We are continuously supporting the university by the science, different sciences, by graduating the students in different colleges as soon as possible. We get support from our government. We are support our army for defense from Daesh and whom support them by any way to take them out of our country. We as the University of Baghdad, we totally supporting our army on their battle against the terrorism.
we using our pens, our book, we keeping our examination running, even if the terrorism trying to stop this, we trying to having our students the running the university time, and we also supporting our army in their battle against the terrorism. We are student college languages and we should define in our country against terrorism organization or any groups, terrorism groups against us. We are our college language, we must define in our countries, and we must define in my countries, all human and all people in this country must define in this country, because all this comes in outside in this country may be clear. And maybe all the human define on this country, this is our right. Nosotros, profesores españoles de la lengua española en Irak, damos el apoyo al ejército iraquí contra el terrorismo y contra el ataque de las tropas extranjeras contra nuestro país. Our voice to all those countries who try to demolish our country. We just say to them, told them that this country were born, this country gave birth to the heroes, to the have many patriotic people who can try defend ourselves and our country from those. We can say to the all nation which stand with the terrorism that we are just stand side by side with our country and never let them go with this very terrible and disgraceful act that they try to demolish our country and to occupy, to make inconvenience, disturbance in this country. But we can say to them that we are got the ability to demolish, to undermine all their disgraceful acts, and the history will never give mercy upon them and will put curse and upon them, because they try to divide this country into states and federation, and this plan and this plot will never get any successful, because it is a very, very disgraceful act.
the blood of the dean, the faculty, the students, the staff members of the College of Languages at the University of Baghdad is meant to go to the armed forces. We would like to stress that we, the Iraqis, will never let any terrorist approach near our country, that we are one people, no matter what religion, no matter what nationality, no matter what ethnic group. We are one people, we all belong to Iraq, and we all support Iraq. Iraq has to be, to remain united, and it is always protected by the real Iraqis. Thank you. Это показываем миру, что Ирак – это Ирак, цивилизация. Ирак научил миру цивилизация. Это из этого страна получилась. Поэтому мы против террориста. Мы не хотим, что наша страна была и будет. Кто-то поступает на нашей земле. Это люди, которые убивают народу и без ничего. Они не мусульмане, они даже не люди. Они даже не по-человечески, они не люди. Поэтому мы хотим сказать, что иракский народ – это иракский единый Ирак. Они вместе работают, вместе бороются против террористов. Мы хотим сказать, что Ирак был и был и сейчас и будет. На самом деле Ирак великий и будет великий, потому что иракский народ великий. Спасибо большое. Доктор Абдуджаббар Мессин, заведующий кафедрой русского языка. Ану Раим Шикул, студентин в университете, в факультете Сафот, в бекуль университет Ши Байрак, куллам метнадвим. ان اللي تندفوت بدام وين اللي تندفوت ليش تدفوت بخول عمل خمات نجد الترور انا رايم شيء دبر هزي هو نساخون لعراق وكل العراقيين اخشاف هم مشتتفين ويمكن هم متاخدين ليش تتف نجد هايف مؤخاد شل العراقيين كلهم انا رصيم لومار شيء كل ما شيء انا امريم اخشاف وكل ما شيء انا عقسيم اخشاف هو تصعقا نجد هالترور نجد كلها متنقديم نجد لكلها متنقديم هالشالوم نجد لكل هبائم مخوت العراق كده لعسوت ولخريف ات ارتسينو مولتينو انو امريم شي زيت تصعقتينو هاليوم انو متندفين بالدم واخري كانوا متندفين بالاشتتفوت بالملخمات تدربا ودكتور عدنان شبيب جاسم روش مخلاكة السفاها سوريد وقم كان موري بسفاها عفريت تدربا. Ich finde, diese Initiative ist eine sehr gute Initiative, die wir brauchen heute besonders, wenn wir unsere Soldaten, unsere Armee hier unterstützen. Das finde ich das Mindeste, das wir hier tun, denn der Irak braucht noch mehr und wir sind für den Irak immer da. Was der Irak braucht, dann sagen wir und dürfen wir nicht Nein sagen. Wir geben dem Irak alles, was er braucht, denn der Irak ist unsere Heimat, ist unsere Familie, große Familie, und auf unsere Familie können wir niemals verzichten. Deswegen finde ich, das, was wir heute gemacht haben, was unsere Fakultät, was unser Dekanat heute gemacht hat, das ist sehr wichtig, finde ich. Todos los profesores, los estudiantes, la decana, la vicedecana y todos los empleados de la Facultad de Lenguas en la Universidad de Bagdad y en Irak declaran sus soportes a las Fuerzas Armadas, a nuestro país, nuestro querido París y decimos a todo el mundo estamos un solo país, una sola mano para contra el terrorismo, contra la terrorista del mundo y quedamos siempre todos un solo país. Muchas gracias. Nous sommes là pour mener une campagne de donner du sang pour notre pays. Ce que nous faisons, c'est très petit par rapport au sacrifice présenté par les jeunes. Nous sommes là pour sauver les soldats blessés. Nous sommes là pour exprimer notre attitude nationale pour notre pays. Notre pays est menacé par les islamistes terroristes, donc tout le monde est là pour servir notre pays. Les gens, vous trouvez, les gens sont sur la frontière, mais les vieux, les professeurs ou les étudiants, nous sommes là pour défendre notre pays, pardonner du sang. We support our army
in best way, because they are try to establish peace in our country. We avoid the terrorism thought that want to destroy our country. They want to destroy the education in our country. We support anything stand out against this thought of this terrorism. أريدكم أنه أنتم هذا وجودكم هنا هو دعم للوطن، هذا وطنكم. فالآن بالنسبة للامتحانات، شلون الامتحانات متوفرة؟ الأجواء الامتحانات بالنسبة للماء، التبريد، نوع الأسئلة، الأساتذة، نسمع من عندكم محتاجين شيء إذا نسوي لكم إياه؟ بالنسبة لنوع الأسئلة الدكاترة الحمد لله كلش متعاونين ويانا، يعني واضحة الأسئلة وحلوة، الدارس يعني ممكن يجاوب أكيد، بس والخدمات الحمد لله زينة شوية، الكهرباء يعني أحيانا السبلت تأثر علينا بس. هاي صارت حالة طارئة إن شاء الله خلال ثلاث أيام، خلال ثلاث أيام تنحل. إحنا هسه وجهنا خلال ثلاث أيام راح يبدون يشتغلون بها، حالة طارئة صار عطل بالمحولة الداخلية يعني، والآن سووا كشف الهندسي وإن شاء الله راح يبدون من باكر يصلحون. إحنا هذه يعني بالنسبة للكهرباء، بالنسبة للماء، بالنسبة للمستلزمات توفيرها، هاي مسؤوليتنا وعلينا أن نسرع في التنفيذ، وأنتم مسؤوليتكم القراءة والاجتهاد والجواب. هاي يعني هذه كل واحد مسؤوليته يعرفها شنو. إن شاء الله صحيح. الأساتذة تعبوا ويانا خلال السنة والحمد لله إن شاء الله يعني ما راح تعبهم بينا. إن شاء الله يعني إن شاء الله من الدور الأول. إن شاء الله من الدور الأول بدرجات زينة إن شاء الله. بهذا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة من برنامجكم حصاد الجامعة. في أمان الله.